السيدات والسادة، الحضور الكريم، إن مصر تدير علاقاتها الخارجية إقليمياً ودولياً بثوابت راسخة ومستقرة، قائمة على الاحترام المتبادل والجنوح للسلام وإعلاء قواعد القانون الدولي، كما أن مصر أيضاً قد أصبحت تمتلك من الأدوات السياسية والقوة العسكرية والاقتصادية ما يعزز من إنفاذ إرادتنا وحماية مقدراتنا. وفي سبيل تحقيق السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي، فإن المنهج الذي اتبعته مصر كان قائماً على ممارسة أقصى درجات الحكمة والاستخدام الرشيد للقوة دون المساس بدوائر الأمن القومي المصري على الحدين القريب والبعيد. وأقول لكم بصدق شكراً جزيلاً. وأقول لكم بصدق وأؤكد لكم بالحق إن المساس بأمن مصر القومي خط أحمر شكراً.